يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ووقفة تدبر أيها الإخوة مع هداية هذه الآية الكريمة من وحي القرآن العظيم، آية من آيات عظمة الله ونعمته على ابن آدم، نعمته وفضله على كل رجل وعلى كل ذكر من بني آدم، أن الله خلق لكم أيها الرجال، خلق لكم من جنسكم نوعا آخر، نوعا من أصل خلقتكم ومن أصل نشأتكم، لتكونوا أيها الرجال أكثر وئاما وأنسا وانسجاما في حياتكم. أيها الرجل، أيها الزوج، أنت مصدر للحركة، وأنت مصدر للكفاح، وأنت مصدر للسعي في هذه الأرض لتجلب من خيراتها وبركاتها وثمراتها لزوجتك وأسرتك. أنت الذي تتعب، أنت الذي تمشي في مناكب الأرض وتسعى للنيل من خيراتها، أنت صاحب الحركة الدائبة. تحتاج عندما تأتي إلى بيتك من يحتوي تعبك، من يحتوي كدحك، من يجدد قوة إرادتك، من يدخل القوة الروحية في نفسك، من يواسيك على ما لقيته أثناء وظيفتك وأثناء جهدك خارج البيت.